الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده القائل في كتابه والله يعصمك من الناس، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وإمامنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. قبل أن نبتدي الخطبة أحب أن نفسح الطريق من هذا المكان للداخلين، لأن الباب الخلفي مغلق بسبب تراكم الثلوج. أيها الأحبة الأكارم، نحن في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي المصطفى والحبيب المجتبى الذي ختم الله به الرسالات وأتم به المنة على العباد، والذي قال في رسالته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام، اسمعوني الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، الذي سيشفع لنا غدا يوم الدين، يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا النبي أيها السادة، الذي عنوان محبته عنوان إسلام كل مسلم، بل عنوان إيمان كل مؤمن، هذا النبي الكريم الذي نحبه ونعشقه من أعماق أفئدتنا، هذا النبي رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه المصطفى في نفسه، في ذاته، في عقيدته، في تربيته: علموا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. هذا النبي قامت جماعة تدعي الإسلام، ظهرت بعد العام 907 للهجرة بالتآمر على قبره ومدينته لأجل تسليم تلك المدينة وفتح الباب لقوة صليبية لكي تدخل إلى روضته الشريفة وتنبش قبره وقبر صاحبيه، ومن ثم يتم التقايض على القدس ليأخذ الصليبيون القدس مقابل أن يقدم الصليبيون المدينة المنورة التي تم احتلالها. أتدرون من هي القوة التي اتفقت مع الأعداء؟ إنها دولة إسماعيل شاه الصفوي، هذا الرجل الذي حكم في العام 907 للهجرة
واسمه إسماعيل بن حيدر الصفوي، وكان سنيا من المتصوفة المبتدعة، فانتقل فجأة من التصوف إلى التشيع. وهنا لنا وقفة أيها السادة، إن الذين يمتطيهم نظام العهر في دمشق ويدعون الصوفية ليسوا بصوفيين، وإنما هم متصوفة مبتدعة ضالون بعيدون عن طريق القوم. وإن الذين أخذوا صورا تذكارية بعمائمهم في المسجد الكبير في حلب ليسوا صوفيين ولا يعرفون الله، وإنما هم عبيد الدرهم والدينار، وهم على شاكلة إسماعيل شاه صفوي. وهنا يقول الإنسان: أي مسلم هذا الذي يضع يده بيد الصليبيين لينبشوا قبر نبيه؟ أي إسلام هذا؟ أي دين هذا؟ أي عقيدة تلك؟ والحقيقة أنها الدولة المجوسية الأولى، أو الدولة الصفوية الأولى التي سارت على طريق دولة المجوس الفارسية. وإن تلك الدولة تحمل من الحقد والكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وليمنهات المؤمنين الشيء الكثير. أتدرون لماذا؟ لأن هؤلاء بدينهم وعقيدتهم وصحبتهم ورجالهم استطاعوا أن يدمروا دولة المجوس الفارسية في إيران التي كانت تتقاسم مع الروم العالم القديم كله. ولهذا أيضا نسمع عن مظلومية فاطمة، تلك القصة المخترعة الكاذبة، أن سيدنا عليا كرم الله وجهه كان في بيته فدخل فأطرق الباب فدخل ثلاثة رجال فضربوا فاطمة وهو مختبئ لا يستطيع أن يكلمهم، وهؤلاء الثلاثة حسب ما يدعون هم عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وأبو بكر الصديق. أيها السادة، كلمة مظلومية لا تعرف في القاموس كما يقول ابن منظور، وهذا الكلام يتنافى مع شهامة علي وشجاعته وكرامته، بل مع كرامة العربي، بل لا يوجد عند العرب امرأة تفتح الباب إذا طرق، وإنما هذا في بلاد فارس، مما يدل على أن هذه القصة مكذوبة، وهؤلاء هم الذين دمروا دولة فارس. الخليفة كان عمر، وابتداء الجيش كان من أبي بكر، ثم بعد ذلك القائد كان خالد بن الوليد. لهذا يبغضونهم فنسبوا لهم وحكوا لهم هذه القصة، ولهذا تم إحراق قبر خالد بن الوليد سيف الله المسلول على الكافرين في مدينة حمص لدى تدنيسها. إذن نحن أمام قائمة وجبال متراكمة من الأحقاد ابتدأتها الدولة الصفوية الأولى، لكن لهذا الدين رجال، والله عز وجل يقول عن نبيه: والله يعصمك من الناس. وقد عصمه على يد الدولة الزنكية، ولهذا قصة تناولناها، وعصمه في زمن هؤلاء الأوغاد أصحاب الدولة الصفوية الأولى عصبه، فهيأ
أسدا من أسود الإسلام، فارسا كاسرا سار على طريقة الصحابة الكرام. إنه السلطان سليم الأول، سليل خلفاء بني عثمان، عثمان أرطغرل، هذا الرجل الذي أسس الدولة العثمانية. فجاء من نسله ذرية طيبة مباركة، كان واحدا منها. ماذا فعل؟ قضى على الدولة الصفوية، ترك حصار فيينا بعد أن ضربه الصفويون من الخلف لمنع الحصار. لهذا يقول أحد مفكري الغرب اليوم: لولا الصفويون، لولا الشيعة، لكان أبناؤنا، بل لكنا نقرأ القرآن في باريس وبروكسل. تآمر معهم أولا لضرب الدولة العثمانية كي لا تستطيع أن تتابع زحفها إلى أوروبا، ثم تآمر مع البرتغال ثانيا، تلك الدولة التي كانت تسير بسياسة خبيثة، لم تشارك في كل الحملات الصليبية. لماذا؟ لأنها تريد ما هو أكبر، لا تريد أن تثير حولها الشكوك. فجاء ألفونسو الكريك قائد قواتها، واتفق مع إسماعيل شاه الصفوي على استدراج الدولة المملوكية إلى معركة تهزم فيها تلك الدولة، ثم تحط الأساطيل على البحر الأحمر في جدة، ثم يصأوا في ينبع، ثم يصلون إلى المدينة المنورة، ثم ينبشون قبر رسول الله ويمكرون، ويمكر الله والله خير الماكرين. أحبط الله مكرهم بالفارس العظيم والسلطان الكريم سليم الأول الذي جاء إلى هذه الدولة، فقرر قرارا لا رجعة عنه أن يجتثها من أصولها، مع أن سياسة العثمانيين في ذلك الزمان ألا يقتربوا من بلاد المسلمين، لأنهم إنما جاءوا للفتوحات، فوصلوا إلى فيينا عاصمة النمسا. لكن هذا الأفاق الآبق كشر عن أنيابه، فقرر سليم الأول أن يخوض أول معركة مع بلاد المسلمين، ووصل إلى تبريز وانتزعه من عاصمته ودمر تلك العاصمة، وقال له بعد أن عرضه لمحاكمة الكلمات التالية: قال سليم الأول لإسماعيل شاه الصفوي: فإن علماءنا ورجال القانون فينا قد حكموا عليك بالقصاص يا إسماعيل، بصفتك مرتدا عن الإسلام، وأوجبوا على كل مسلم أن يدافع عن دينه، وأن يحطم الهراطقة في شخصك أنت وأتباعك البلهاء. وأعدم. ومن نزالة إسماعيل أنه ترك زوجته وفر في بداية المعركة عندما علم أنه مهزوم، فأخذ سليم الأول زوجته سبية وأعطاها إلى أحد جنوده. القصة لم تنتهي أيها السادة، سأتكلم في الخطبة الثانية عن الدولة الصفوية الثانية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حمدا لك ربي كما أمرت، وصلاة وسلاما على نبيك الذي لنا أرسلت، ورضوان الله على صحابة كرام بررة
بهم سماء هذه الدنيا أنرت. أما بعد، إخوة الإيمان والعقيدة، إخوة الهجرة في سبيل الله، إخوة الحب في الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه منذ أن ظهرت دولة إيران الخمينية التي أطلقت على نفسها الدولة الإسلامية أو الجمهورية الإسلامية، فإنها منذ ذلك الوقت وهي ترفع شعار يا شيعة يا سنة كلنا مسلمون. وقد خدعنا في هذا زمنا طويلا، إلى أن تم احتلال أرضنا وبلادنا، تم احتلال سوريا من قبل إيران الصفوية الثانية، وتم احتلال اليمن، وتم احتلال العراق التي يتحدثون اليوم عن أنها أرض فارسية كانت تتبع الدولة الفارسية وعادت إلى أحضانها مرة أخرى. والخليج العربي كله مهدد، وأمتنا كلها مهددة، والاعتماد بعد الله عز وجل على الثورة السورية التي تآمر عليها العالم كله. أما ما الذي جرى فسأخبركم في كلمات. خدعنا بهم تحت الشعار الذي ذكرت، خدعنا بهم لأنهم قالوا نريد إعادة القدس، خدعنا بهم لأنهم رفعوا شعارات كبيرة، لكنهم في كل مرة يقولون نريد القدس يطلبوننا نحن، يقولون نريد تدمير اليهود يدمرون المسلمين، في كل مرة تأتي أفعالهم على خلاف أقوالهم، إلى أن انتبه من انتبه. ثم جاءت الثورة السورية التي كانت فاضحة كاشفة في العام 2003، تم ترميم قبر أو ما يعرف بمقام أبي لؤلؤ المجوسي قاتل خليفة رسول الله أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في كاشان. ومن ثم جعل اليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين أحد المبشرين في الجنة جعل عيدا رسميا على مستوى إيران. أمر آخر، عندما جاء أحمد نجاه وكان رجلا يتكلم عن تحرير القدس وإعادة فلسطين ودعم المقاومة والممانعة، وجاء ليشارك في الانتخابات الرئاسية، اقترب أحد الصحفيين التابعين لصحيفة ديلي تيليغراف، فأخذ له صورة وكان بيده الجواز، جواز سفره، فالتقط صورة لجواز سفره ثم نشره في صحيفته. الرجل من عائلة سابورجيان، وسابورجيان عندهم عائلة يهودية معروفة فارسية حاقدة على الإسلام. أعلن أحمد نجاة أنه يريد القدس وتحريرها، لكن في فترة رئاسته كرم كاتبا إيرانيا يدعى جعفر مرتضى عالمي لكتاب كتبه تحت عنوان أين القدس، ينكر فيه أن القدس التي توجد في فلسطين هي القدس المطلوبة. إذن القوم يضحكون علينا، ثم لما جاءت ثورتنا رفعوا علينا شعارات يا حسين يا زينب، فذبحنا باسم زينب والحسين، وزينب والحسين منهم براء. إنها الدولة الصفوية الثانية. والآن أيها السادة، الآن يقول الشيخ عبد الله النفيسي أحد المفكرين في العالم الإسلامي من أبناء الكويت، وقد تجاوز 80 سنة، ورجل لديه من الفضل والعلم والخبرة الكثير، وكان يعيش فترة في إيران، يقول هذا الرجل:
هناك مؤامرة لإرباك تركيا لمنعها من أن تمارس أي دور خارج تركيا، أي دور إقليمي أو دور عالمي من أجل فتح الباب لإيران لكي تلتهم العالم الإسلامي. هناك مؤامرة اليوم تريد أن تجعل من إيران هي سيدة العالم الإسلامي، فينشغل المسلمون بإيران ويترك القدس والأقصى وفلسطين ويطول أمد المحتل في أرضنا. هذه هي الحقيقة. وصدق نجم الدين أربكان رحمه الله عندما قال: عندما تصبح سوريا قضية عالمية فحينئذ اعلم أن الهدف القادم هو تركيا. اللهم احفظ تركيا ورد أمن سوريا واحفظ سوريا ودمر الطاغوت في سوريا وحرر أرض سوريا. اللهم خلصنا من الدولة الصفوية الثانية كما خلصتنا من الدولة الصفوية الأولى. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. انظر إلى قلوبنا نظرة رضا، انظر إلى أمتنا نظرة رضا. اللهم رحمة بأهلنا في حلب، اللهم رحمة بالمحاصرين في حلب. اللهم إن الثلج خلق من خلقك لا يظلم، لكن البشر هم الذين يظلمون عندما لا يتدافعون ولا يهرعون إلى أهلهم وإخوانهم، وعندما يخذلون السوريين. اللهم اخذل من خذلنا، اللهم اخذل من خذلنا، اللهم اخذل من خذلنا، وأعز من أعزنا، وأعز من مد يد الخير إلينا. اللهم عليك بطاغية الشام فإنه لا يعجزك، اللهم عليك بطاغية الشام ومن والاه من روسيا وإيران وعلماء السلطان فإنهم لا يحجزونك. اللهم عليك بالشبيحة وعلماء السلطان ومن والى هذا النظام الذي لم نصدقه ولو قدم لنا ألف ألف مبادرة، فإن الذئب لا يؤمن مكره. اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. زلزل اللهم أقدامهم، أنزل اللهم أعلامهم، اجعل الدائرة عليهم، لا تبلغهم في أهل سوريا الآمال، لا تبلغهم في ثورتنا الآمال، لا تبلغهم في تركيا الآمال، لا تبلغهم في مكة والمدينة الآمال، لا تبلغهم في الجزيرة العربية والخليج العربي والمملكة العربية السعودية الآمال، فإنهم اليوم يطلبون مكة والمدينة كما طلبوها بالأمس. اللهم أبطل مكرهم اليوم كما أبطلت مكرهم بالأمس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة. يرحمني ويرحمكم الله.